نتعمق شوية في حياة الشاعر ابن الصعيد راضي علي الطهطاوي. عايزين نتعمق كده شوية ونشوف بدايتك، إزاي اكتشفت موهبة الشعر وكتابة القصائد في مسيرة حياتك؟ في المرحلة الابتدائية كتبت كلمات، وجدت أن السادة الأساتذة بعض منهم كرمني، اداني قلم واداني مسطرة، الله، وقال للمدير بتاع مدرستنا، كان المدير في إدارة التحت التعليمية اسمه الأستاذ علي عسكر ربنا يديله الصحة، الكلام ده كان في الثمانينات، قال له ده كاتب الكلمات دي. فالمدير يعني قال لي قول تعرف تقول غيرهم، حب يتأكد ان انا كاتبهم او لا. كانت في نقطة الانطلاق في المرحلة الابتدائية، يعني في حدود 10 سنين و12 سنة. في المرحلة الإعدادية بدأت أكتب بشكل أكثر وضوح، في لحد تلت إعدادي كان لي عدد من القصائد اللي في حدود إمكانياتي كطفل في المرحلة الإعدادية. لكن في أولى ثانوي بدأت أكتب اللغة باللغة العربية الفصحى، لأن إحنا بدأنا ندرس الأدب في العصر الجاهلي، وفي بداية يعني الأدب بدأت أكتب اللغة العربية الفصحى تأثرا بما درست. مدرسين اللغة العربية بدأوا معايا، راجعوا سيد معايا، شجعوني دعموني، بدأت أقول في المدرسة و يعني أتواجد وسط زملائي وفي المناسبات اللي بتعقدها المدرسة، وأقول الشعر وأدخره ويعني أحطه في أماكن أمينة. لكن ما كنتش أعرف أعمل وزن، لأنه عايز أعمل عروض، وموضوع ده كان لسه سابق الأوان، كنتش أكتب العامية خالص ولا أكتب الغنائي، لأنه ظننت أن الغنائي ده ممكن يكون حاجة يعني مش على هوا. في الكلية بدأت أكتب العامي وأحتك في الأنشطة الثقافية، وكان الموضوع أكثر فرصة أن أنا أنشر، كان في فرصة أن أنا أنشر ورقي، لحد ما خلصت الجامعة سنة 99. الفترة دي كانت أقل فترة أن أنا أطلع فيها شعر، لأن كنت مشغول بعمل فكرة معينة لقاموس في اللغة الإنجليزية اسمه هارموني سيمفونيك ديكشنير. هو فكرة جديدة مستوحاة من داخل ذهني، أني أنا بحب اللغة الإنجليزية، وكراجل شاعر جاءت لدي فكرة، والقاموس ده يعني طبع وتوزع، وكان لي علاقات كثيرة عن التلفزيون وناحية وزارة التربية والتعليم. بدأت أدرس علم العروض، وشكرا لمن ساعدني في هذا العلم، وبدأت أسلك أيضا أكتب الأغنية بشكل احترافي، درست طريقة كتابة الأغنية، وبدأت أتعرف على ملحنين ومطربين، وبدأت أسلك الجانب الإذاعي، يعني كان الورقي وبعدين الإذاعي، وبعد كده بدأت أعرف طريقي إلى الإعلام المرئي وهو التلفزيون، وكان أول حاجة بداياتي من ناحية التلفزيون في حوالي 2008. كان لي أول لقاء في النيل الثقافية، واللقاء ده اعتز به جدا لأنه كان بداية لي وذكرى طيبة. ثم بعد ذلك جاءت وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة، من في مثلا كده 9 و10 وحاجات كده، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت أعمل صفحات بتاعتي وجالي جمهوري، وبدأت أتواصل بعدد أكبر من المطربين والملحنين، لأن الفيسبوك والوسائل الحديثة أدتني فرصة أكتر للتواصل مع هذا الجانب من المطربين والملحنين والموزعين. انتشرت بشكل أكتر إعلاميا، وده إداني يعني براح لتوصيل كلمتي. تواصلت مع عدد كبير طبعا من النقاد أصدقائي، لأن الناقد هو المرآة التي تصحح وتعدل وتساعد الفنان أيا كان، يعني سواء رسام ولا شاعر ولا أيا كانت هذه الموهبة، بدون الناقد سيظل محلك سحر. تقدمت في 2014 لعضوية اتحاد كتاب مصر بثلاث دواوين، كان فيهم ديوان فصحى واثنين عامي، والحمد لله من أول تقدمة حصلت على العضوية، وكان شيء أسعدني جدا ونقطة انطلاق بالنسبة لي، ادتني ثقة كبيرة، حسيتني أن أنا ماشي بطريق يعني في طريق صح.